عشق التراث وأحب تفاصيله، فسخر له وقته وماله بهدف تعريف الأجيال تلك الحقب الزمنية التي عاصرها الآباء والأجداد في الزمن القديم. بدأ الشيخ محسن بن جلال الحارثي بتدشين المهرجان الأول للتراث والموروث الشعبي قبل 6 سنوات، وكان بمثابة خيمة واحدة تحتوي على قطع أثرية من التراث القديم. وسعى لأن يكون المهرجان تقليدا سنويا يضيف فيه كل عام أشياء جديدة مغايرة عن الأعوام السابقة، ليكون بمثابة التقاء لأبناء شبوة يعرفهم فيه بجزء من تراثهم الأصيل. لازلنا نتابع ما تبقى من التراث، لأن التراث بعيد مداه، يبقى معدات، يبقى دعم، يبقى جهازات، فيما لقينا يشتريه وما بقي نصنعه، ما دمنا نصنعه لأجيالنا يغطي في القرية التراثية تكون لعسيلان ومحافظة شبه واليمن بشكل عام، ومشاهدها يشوف ما عملنا فيها. بيوت من الشعر وأدوات للطبخ والزراعة، وأيضا الأدوات الحربية والأدوات التي تستخدم لحفظ الطعام، يعرضها ويشرح استخدامها الشيخ محسن لزوار القرية التراثية، إضافة إلى الرقصات الشعبية والأهازيج التي تعكس روح الانتماء إلى الأرض والتعلق بها، وجانب آخر في المهرجان لسباق الفروسية والهجن وسط اندهاش الزوار وتعجبهم. الشيخ محسن قام بإحياء التراث الحالة، فأول ما بنى بيت من الشعر من التراث ومن الأثاث جمعها وتعب فيها وخسر فيها، وقام مجهود عالي يشكر عليه الحالة. وبعدين قام بيت وضعه المرة الثانية، قامت في منزله ببيوت ثانية وبأثاث منزلي بحاجات من التراث القديم، والمرة هذه سبقت السنة العام هذا قام بحضوره إلى هذا الموقع وإقامته حتى حضره جمع كبير. في زمن تناسى فيه الكثيرون تراثهم وعراقتهم، يبقى الشيخ محسن متمسكا بتقاليد الماضي كإرث تعهد أن يوصله للآخرين، وحمل همه على عاتقه لتبقى الأجيال تستلهم منه معنى التحمل والإباء في زمن هم فيه بأمس الحاجة إلى تعلم الدروس من الزمن الماضي. عوض صالح لبرنامج أسبوع البلد، شبوة. Come on!